إجراءات أمنية مشددة بدأت السلطات في حضرموت تنفيذها منذ صبيحة أولى أيام عيد الفطر، قالت إنها تأتي ضمن الخطة الأمنية لتأمين المكلا وبقية مدن الساحل خلال فترة العيد من أي عمليات تهدد الأمن والسكينة العامة. الجيش وقوات النخبة الحضرمية أشارت ومنذ ساعات الصباح الأولى عمليات انتشارها في الشوارع ونقاط التفتيش، فيما محافظ المحافظة اللواء أحمد بن بريك كان قد أصدر قرارا يقضي بمنع أداء صلاة العيد في المصليات والمساحات العامة وانحصار إقامتها على الجوامع والمساجد التي شهدت هي الأخرى عمليات تفتيش دقيق للمصلين. أفراد الجيش النخبة الحضرمي متواجدين في الشوارع وفي النقاط لتفتيش المركبات والهويات للمحافظة على الأمن واستقرار البلاد. خطباء صلاة العيد في مساجد المكلا شنوا هجوما على ما أسموه بالجماعات المتطرفة التي تنتهج من القلو والتطرف منهجا وتنفذ عملية تفجير تستهدف الجنود والمدنيين، منددين بالتفجيرات التي شهدتها المكلا مؤخرا وراح ضحيتها نحو 50 جنديا وإصابة العشرات. كما حصل من كلمة النكراء في شهر رمضان الفضيل قتل ما يقارب 50 من جنودنا البواسل بدم بارد تفننوا في قتلهم الذي أوجب قتلهم، ماذا فعل هؤلاء الجنود؟ ومع الانتشار الأمني والعسكري الكثيف في أحياء وشوارع المكلا يشعر أهالي المدينة بالارتياح للجهود التي تبذل من قبل السلطات لإحلال الأمن والاستقرار المنشود. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.